في درجات الحرارة وسقوط أمطار في بعض المناطق، وتحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية. آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس نعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتنا الجوية. كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأيام الستة المقبلة، إذ تشهد البلاد تراجعاً في درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 5 درجات مئوية مع موجة تقلبات جوية. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلاً طقس شديد البرودة على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء. أما عن الظواهر الجوية فتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مسجلا 25 درجة مئوية خلال فترة النهار، مناشدة بعدم الانخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس. وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من غد الاثنين بشكل ملحوظ بسبب كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والانخفاض سيتراوح ما بين 5 و6 درجات مع نشاط حركة الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة. كما أن هناك فرص لتساقط الأمطار على المناطق الساحلية يوم الاثنين المقبل، ويمكن أن تتقدم إلى المحافظات الداخلية، محذرة المواطنين من التقلبات الجوية التي ستبدأ من يوم الاثنين حتى الأربعاء، وعدم الانخداع بأشعة الشمس وعدم تخفيف الملابس. أوضحت أيضا عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، وقالت أن اليوم متوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس. أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال فترة النهار. أما خلال فترة الليل فيسود طقس من بارد لشديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية. وأخيرا حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الصباح الباكر، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام أثناء فترة وجود الشبورة، بجانب وجود نشاط في الرياح على السواحل الشمالية الغربية منها مطروح والسلوم والأسكندرية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة مع سقوط أمطار خفيفة. نختتم مع حضراتكم ببيان لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة العظمى 25 والصغرى 13 درجة، الجيزة العظمى 25 والصغرى 13 درجة، القليوبية العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة مئوية، الأسكندرية العظمى 25 الصغرى 13، مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، سوهاج العظمى 26 والصغرى 9 درجات، قنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة مئوية. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا، ما زلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد، تابعونا.